65 سنة مرت على العلاقات المصرية الدنماركية والتبادل الدبلوماسي بين البلدين، وده اللي احتفلت به رئيسة الوزراء الدنماركية خلال زيارتها امبارح لمصر، وكان في استقبالها طبعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لا هي بس انت دكتور مصطفى مدبولي استقبل بالامس رئيسة الوزراء الدنماركية مات فريدريكسنز، وكان هذه الزيارة بتأتي يعني تزامنا مع العلاقات المصرية الدنماركية. خلونا نعرف تفاصيل اكتر على هذه العلاقات، العلاقات المصرية الدنماركية وكمان العلاقات مع أوروبا بشكل عام، من خلال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير صباح الخير. صباح الخير، أهلا بك. أهلا بك سعادة السفير. يعني في البداية حابين نعرف من حضرتك أهمية زيارة طبعا رئيسة الوزراء الدنماركية مات فريدريكسن، واللي بتعد الأولى لمصر. هو هنلاحظ أن في الفترة الأخيرة في تكثيف للزيارات المتبادلة، سواء رئيسنا بيزور الدول المختلفة من أقصى الشرق في طوكيو إلى أقصى الغرب في باريس، ذهب لنيويورك، نزل إلى بلدان إفريقيا كلها والدول العربية. بالنسبة لأوروبا طبعا هي أكبر شريك لمصر تجاريا واقتصاديا، الداعم الأساسي للاقتصاد المصري. كل ما نحصل عليه من أوروبا هو هدايا ومنح، والحقيقة أن نموذج العلاقات المصرية الأوروبية نموذج ناجح جدا لنوعية العلاقات بين العالم الأوروبي وبلدان البحر المتوسط، وحضارة المتوسط طبعا ربطتنا دائما بالدول الأوروبية، حضارة مصر، حضارة اليونان، حضارة الرومان في إيطاليا، والآن نحن نتكلم مع شمال أوروبا، دول مستقرة غنية فيها استقرار اقتصادي، من أغنى بلدان العالم بمعيار الناتج للفرد في هذه الدول. صحيح. يتخطى 60,000 دولار في السنة. هي دولة تعدادها مش كبير قوي، لكن إسهامها في الاقتصاد العالمي. طب سعادة السفير خلينا نتكلم على النتائج الإيجابية اللي هتترتب على زيارة رئيسة الوزراء الدنماركية لمصر. طبعا هو أولا احنا بنصدر إلى الدنمارك وإلى بلدان أوروبا 27 باتفاق المشاركة المصري الأوروبي، ويعفينا من الرسوم الجمركية، ده شيء بنحاول نقوله دائما للمنتجين والمصدرين في مصر، وده أحد أهم وسائل جذب الاستثمار لمصر، إن بيقول للمستثمر لو أنت أنتجت في مصر سلعة تاخد منشأ مصري، بيبقى ده مش للسوق المصري 100 مليون فقط. لا، ده عندك السوق الأوروبي 500 مليون، وسوق غني من أغنى الأسواق في العالم، أكبر سوق مستورد ومصدر في العالم، وبالتالي يبقى أنت فتحت على 100 مليون مصري وال 500 مليون أوروبي، بل أيضا 500 مليون عربي أو 400 مليون عربي، وأيضا 1200 مليون في السوق الإفريقي الحر. يبقى إذا إحنا خدنا سياسة انفتاح اقتصادي وحركة تحرير تجارة، بالمناسبة بدأت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لما قرر إن إحنا ندخل منظمة التجارة العالمية اللي كانت معروفة باسم الجات وقتها. ويعني كثيرين لمونا منهم أصدقائنا الروس، ودخلوها الروس بعدنا ب43 سنة. السياسة الخارجية المصرية تثبت دائما أنها يعني منفتحة على العالم كله، والدنمارك شريك تجاري مهم جدا وسوق لنا، خصوصا في الخضر والفاكهة والموالح. طول فترة الشتاء أوروبا عارفة بتكون مغطاة بالجليد، فإحنا بنبقى قادرين على الإنتاج طول الوقت اللي إحنا متكلم فيه دلوقتي. صحيح. وأصبحت مصر مورد رئيسي للسلع الزراعية والغذائية إلى أوروبا في هذه الفترة. أيضا التعاون الصناعي طبعا بناخد تجارب هذه الدول ونستفيد بيها، عندنا مشروع لدعم قدرات أجهزة الحكومة المصرية كلها، بدأنا بالبريد، بالسياحة، بالنقل البحري، بالنقل البري، بالطيران، يعني ما فيش قطاع لم يستفد من هذا النوع من التعاون والمساعدات الفنية، حتى قطاع البنوك، رفع قدرات البنوك المصرية وجعلها تتبع معايير الجودة المصرفية اللي بنسميها بازل 1، بازل 2، بازل 3، وبنلاقي ده على طول بينعكس على تحسن الأداء في مختلف الأجهزة الحكومة المصرية. كل ده بيستفيد من هذا النوع من التعاون. وبالتأكيد أن زيارة رئيسة الوزراء لمصر
تؤكد هذا. ويعني ايضا ما ننساش الجانب السياسي، ما ننساش ان بنبحث المشاكل الناتجه عن حابين حضرتك تكلمنا يمكن عن الجانب السياسي لهذه الزياره. طبعا ما فيش شيء يخطر في البال الا يكون محل البحث طبعا، زي ازمه الحرب الكبيره في اوكرانيا. اوروبا طبعا حصل فيها مشكله خاصه بالامدادات الطاقه. مصر وبعض البلدان العربيه توفي جزء من احتياجات اوروبا من هذه المنتجات الطاقه، الغاز والكهرباء. واحنا الوقت حاليا واحنا بنتكلم بنمد شبكه الكهرباء من مصر الى اوروبا عن طريق اليونان وقبرص، بنمد شبكه لنقل الغاز تصديرا في صوره سائل واستيرادا في صوره غاز، لان دي صناعه فيها قيمه مضافه عاليه جدا بنستفيد فيها بالتعاون مع اوروبا. ربط الشبكات الكهربائيه احد المشروعات المهمه جدا. الان ما شاء الله في ظرف سنين قليله انقلبنا من دوله عندها مشكله كهرباء وبتتقطع الكهرباء الى اننا اصبحنا نصدر كهرباء الى الدول الشقيقه المجاوره لينا. محدش كتير يعرف ان بيروت مضاءه من القاهره الان. صحيح. وحنبدا الان ان اتينا وقبرص هتضاء من طريق خطوط الكهرباء من مصر ان شاء الله. طب سعادة السفير، يعني العلاقات المصرية العربية الإفريقية الأوروبية أيضا، يعني كل هذه العلاقات هي علاقات تحظى بنوع من أنواع التوازن فيما بينها وبين القاهرة تحديدا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني شايف إيه الجهود اللي بذلتها مصر كي تحافظ على حالة الاستقرار أو التوازن ما بين كل هذه العلاقات؟ هو ما شاء الله لو نظرت بعينيك حولك في القاهرة تشعر بالفخر بسياستك الخارجية. فالقاهرة صارت من أكثر عواصم العالم استضافة للسفارات الأجنبية. بعض السفارات الأجنبية في القاهرة حجمها قد التمثيل الدبلوماسي المصري. صحيح. خد السفارة الأمريكية، خد سفارة المملكة السعودية اللي عندها ما شاء الله برج على النيل يمكن أطول من برج وزارة الخارجية نفسه. ينطبق ده على الإمارات والكويت وكثير من الدول. أما إفريقيا فإحنا ممثلين في إفريقيا في كافة البلدان الإفريقية. صحيح. وأكثر وجه مقبول لدى الأفارقة هو الوجه المصري. فخد كمان ومصر محملة بهموم إفريقيا، ودائما ما يتحدث عنها الرئيس في المحافل الدولية. نحن ندافع عن كل قضايا إفريقيا. أيضا في الأزمة العالمية الآن في حرب أوكرانيا، تذكر أن لما جاءنا وزير خارجية أمريكا في اليوم التالي وزيرنا سامح شكري كان في موسكو برسالة تقريب مواقف بين واشنطن وموسكو. نحن نقوم بحركة يومية دائبة من أجل مصر ومن أجل العالم والمنطقة المحيطة بنا أيضا. نشكرك. بنشكر حضرتك سعادة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.